خلال أيام عيد الفطر السعيد تم عرض فيلم هارلي اللي كان ببطولة محمد رمضان، محمود حميدة ومي عمر. هذا الفيلم كان سبب بخلاف مشكلة بين طاقم العمل، فصرح الفنان محمود حميدة أنه ما عاد يشتغل مع محمد رمضان بأي عمل تاني. سبب المشكلة حسب محمود حميدة هو مخالفة الشركة المنتجة لشروط التعاقد بيناتهم، وبحسب وصفه تم وضع اسمه بشكل غير لائق على شارة الفيلم بحسب تعبيره، ومدعته لحضور العرض الخاص بالفيلم، ونفى عن وجود أي خلاف بينه وبين بطلة العمل مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، فالثنائي قدموا اعتذاره مع أنه ما لهم علاقة مباشرة بالموضوع. وانضم للهجوم على الجهة المنتجة للفيلم ابنة محمود حميدة إيمان بصفتها مديرة أعماله، وقالت إنها كانت متابعة موضوع الشارة، لأن الجهة المنتجة كانت عم تخبرها إنه لساتها ما أنا جاهزة. لا تتفاجأ خلال العرض يلي كمان ما تم إبلاغها عن موعده أو مكان عرضه. خلونا نشوف سوا تريلر الفيلم.